هناك رجل يدعي أنه شيخ يرقي النساء وبعد الرقية يكتب كلمات في ورقة ويأمر المرأة أن تضعها في شعرها، مع العلم أنه لا يصلي في جماعة في المسجد ويدخن. لماذا هذه المضايق؟ أنا أعجب كل العجب في من يصحب ابنته وتكون هذه البنت يعني في سن الشباب أو زوجته، ويعني تجلس بين يدي شيخ ويرقيها، والمصحف الذي عنده عندك هو نفع بمن؟ نفع بالشخص ولا بالمصحف؟ نفع بالآيات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. وننزل من القرآن، ذكر الله الشفاء ثم قال بعدها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والشفاء يشمل الأرواح ويشمل الأبدان. فلماذا تذهب إلى الشيوخ؟ من الصحابة راقي؟ قصة وردت عن أبي سعيد فقط، هكذا جاءت عرضا، ما في أحد من الصحابة جالس فقط يرقي الناس. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حصل معهم شيء كان يرقي بعضهم بعضا. فأنت ترقي زوجتك، أنت ترقي ابنتك، لماذا تعرض ابنتك هذه؟ ولماذا تعلق قلبك وقلب هذه المرأة والقلب ضعيف تعلقها بالبشر؟ علقها برب البشر، علقها بالقرآن، ما تعلقها بالناس. الشفاء في القرآن ليس شفاء في البشر. فكيف إذا كان هذا الإنسان يوصي بمخالفات، يوصي بأن يكتب ورقة ماذا يكتب فيها ما تدري، والذي يرى ماذا يكتب في هذه الأوراق يجد عجبا، ويجد أن جل ما يكتب سحر وشعوذات وكذب ودجل. فكيف إذا كان الإنسان مجهول، بعد الراقي مجهول، وإذا كان الراقي تحوم حوله أنه صاحب شهوة وأنه ما ضبط نفسه بالالتزام بأمر الله عز وجل؟ فأسأل الله جل في علاه الهداية للجميع.